Thank you.
أرجو من حضراتكم تركزوا مع حركة القلم أثناء الكتابة زي ما بنقول كل حلقة من حلقاتنا، وأرجو من حضراتكم برضو اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، وركزوا برضو مع ما بين كل كلمة وكلمة سايبين فراغ. الحروف اللي بتنزل على السطر هي حروف كلمة جمعه الجيم والحاء والخاء والميم والعين والغين وحرف الهاء الوسطية أو في آخر الكلمة. لو جينا نبص للآية الكريمة اللي قدامنا كاملة ما فيش فيها أي حرف نازل تحت السطر غير حرف الهاء هنا مثلا هو في آخر الكلمة، وحرف الميم في آخر الكلمة، حرف حاء أو خاء داخل الكلمة موجود حرف خاء مثلا هوتي، ولكن مش مفرد ولا منتهي. الحروف اللي بتنزل تحت السطر الجيم والحاء والخاء لما بيكونوا منتهيين أو لما بيكونوا مفرد فقط، وكذلك حرف الميم لما بيكون مفرد أو لما بيكون في نهاية الكلمة، وكذلك حرف العين والغين حرفي العين والغين لما بيكونوا برضو منتهيين أو في أو في أو أو مفرد فقط بينزلوا عن السطر. كذلك حرف الميم هوت لما يجيه مفرد نزل تحت السطر، وفين 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 بس تقريبا كده. وحرف الهاء الوسطية نزلت تحت السطر هي لما جت ايه في وسط الكلمة. وبكده تكون انتهت حلقتنا. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش يا جماعة رجاء تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس.